السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، وكنا عرضنا فرصة وهي فرصة تطوع في فيتنام كانت شاملة معظم التكاليف، وكان عملية التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة وخدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوه كمان لجميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالمنحه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب نبدا على بركه الله ونتكلم عن منحه النهارده، ومنحه ممتازه جدا متاحه لمعظم المراحل الدراسيه. هي منحه دراسيه مموله بالكامل في روسيا، يبقى الدوله اللي هيكون فيها المنحه هي دوله روسيا. الجهة المانحة هي جامعة اختصار RNEBA، تمام، ده اختصار الجامعة. طبعا هي بتسمى Institute President Academy، ده اسم المؤسسة وبيرمز لها بالرمز ده، تمام كده. ده بالنسبة للجهة المانحة، يبقى هي منحة جامعية وليست منحة حكومية. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي، كل دول العالم متاحة للتقديم، أي دولة تقدر تقدم الفرصة دي سواء دولة عربية آسيوية أفريقية متاح لك التقديم بدون وجود أي مشكلة. المرحلة الدراسية المتاحة للمنحة دي لدرجة البكالوريوس، الماجستير، ولدراسة اللغة الروسية. يبقى لو حضرتك عايز تدرس دراسة جامعية الليسانس أو البكالوريوس تقدر تقدم فيها، عايز تدرس الماجستير تقدر تقدم، لو أنت عايز تدرس سنة لغة اللغة الروسية تقدر تدرسها برضو أو تاخد كورس لغة تبع الجامعة دي وهيكون ممول من المنحة. بالنسبة بقى للتمويل في المنحة دي، صراحة تمويل ممتاز جدا. اولا التمويل منقسم عندنا لحاجتين او لشقين، اولا تمويل كامل، وده هيكون يعني كل الرسوم الدراسية هتكون على حساب الجامعة، تمام، هي هتتكفل لك بالرسوم الدراسية كاملة مجانا، هيكون في سكن جامعي مجانا على حساب الجامعة، هيكون في راتب شهري هيكفي لك احتياجاتك من طعام وما الى ذلك. يبقى تعتبر المنحة دي ممولة كده بالكامل في الشق الاول، رسوم الدراسة، سكن جامعي، راتب شهري، ده بالنسبة للتمويل الكل. وفي نوع تاني، تمام، للمنحة دي فيها شقين او فيها نوعين من التمويل. النوع التاني هو التمويل نصف كامل. المنحة في التمويل ده هتتكلف لك بالاعفاء من الرسوم الدراسية من 10 إلى 40%، يعني هيخصموا لك، يعملوا لك ديسكاونت كده الرسوم الدراسية 40% مثلا، وانت 60% اللي المتبقية هتكون عليك وانت اللي هتدفعها. بالاضافة كمان هيدوك سكن جامعي مجانا، تمام كده. يبقى هما في التمويل نصف كامل، اعفاء 40% من الرسوم الدراسيه، والبقاء في سكن الجامعه، والتمويل الكامل رسوم الدراسه سكن جامعي وراتب شهري. بالنسبه بقى للتخصصات المتاحه في المنحه دي، وركز معايا كويس جدا في التخصصات. بالنسبه للتخصصات، اول حاجه عندنا البكالوريوس، الناس اللي عايزه تدرس الليسانس او البكالوريوس عندنا تخصصين فقط متاحين، تمام كده، هو باشلر اوف مانجمنت، تمام، تبع يوروبيان بزنس، تمام، او باشلر اوف مانجمنت جلوبال جوفرنس، تمام كده، اند ليدرشيب. ده بالنسبه لي التخصصين المتاحين بالنسبه لدرجه البكالوريوس. بالنسبه للماستر فعندنا كام تخصص زي جلوبال ليدرشيب، تمام، بروجكت مانجمنت، جلوبال بابليك بوليسي، انترناشونال بزنس، تمام، دي بالنسبه لدرجه الماستر، تمام كده. وفي كمان بقى الكورس اللغه اللي هو دراسه اللغه الروسيه متاحه للجميع، سواء انت بقى خريج دكتوراه، خريج ماجستير، خريج بكالوريوس، سواء مش بتدرس حاليا الان، تقدر تقدم في الكورس ده بدون وجود اي مشكله للمؤهل الدراسي او التخصص بتاعك، ده لو انت حابب تدرس اللغه نفسها، تمام كده. طيب بالنسبه لشروط التقديم، بيقول لك شروط التقديم يكون سنك من 18 سنه ل 45 سنه، يعني ما يتجاوزش ال 45 وما يقلش عن 18 سنه. الحاجة التانية المميزة كمان في المنحة دي انها مش محتاجة شهادة لغة انجليزية، في منح معقدة جدا تكون محتاجة بقى ايلتس وتويفل وشهادات لغة، المنحة دي مش مطلوب منك فيها اي شهادة لغة خالص ولا اي شهادة، هتقدم بدون شهادة لغة انجليزية. الاوراق المطلوبة في المنحة دي هي اولا صورة جواز السفر، صورة الباسبور بتاعك، تمام، تاني حاجة كشف الدرجات لاخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه وشهادة التخرج بتاعك، يبقى شهادة المؤهل الدراسي بتاعتك تقدمها،
ولازم تترجمها للغة الروسية. يبقى شهادة التخرج بتاعتك ترجمها للغة الروسية. كمان مطلوب منك شهادة خلو من الأمراض اللي هي الـ HIV، تمام، وتكون برضو مترجمة للغة الروسية، ترجمها للغة الروسية. ده بالنسبة للأوراق المطلوبة وبسيطة جدا. آخر معاد للتقديم في المنحة دي، عندنا معادين مختلفين. آخر معاد للمنحة الممولة بالكامل، فاكرين المنحة اللي احنا اتكلمنا عليها هنا؟ قلنا في تمويل كامل. المنحة دي عشان تاخد التمويل الكامل، آخر معاد عشان تقدم هو 10 إبريل 2020، يعني نقول فاضل 10 أيام والمنحة دي تخلص بالنسبة للتمويل الكامل. بالنسبة للتمويل النصف كامل، تمام، هتبقى آخر معاد 15 يوليو 2020، يبقى لسه قدامها وقت طويل. يبقى لو شوف بقى انت تقرر انت عايز أي منحة وتحاول تقدم على حسب آخر موعد للتقديم. طيب كيفية التقديم للمنحة دي، ركز بقى معايا في الجزئية دي. أولا بيقول لك عشان تقدم للمنحة الكاملة تقدم لها إزاي؟ بيقول لك تتقدم بطلب للحصول على منحة دراسية، تمام؟ أولا عشان تتقدم بالطلب ده تقوم بإعداد رسالة تحفيز مطلوب منك اللي هي موتيفيشن ليتر. والموتيفيشن ليتر ده هتعمله في شكل خطاب كده، وكأنك هتجاوب على سؤال ليه أنت عايز تقدم للبرنامج أو الدراسة في المنحة دي. يبقى وتشرح في الخطاب ده هدفك من التقديم. والموتيفيشن ليتر ده لازم تهتم بيه كويس جدا لأنه من عوامل القبول في المنحة دي. وتقوم بتجميع الأوراق، فاكرين الأوراق اللي احنا اتكلمنا عليها هنا المطلوبة، تمام؟ دي كل الأوراق المطلوبة، تقوم بتجمعها وتعملها في شكل ملف، تمام؟ زيب فايل. وبعد كده تقوم بإرسال الأوراق مع خطاب الموتيفيشن ليتر، خطاب النية ده، وتقوم بإرسال الأوراق دي كلها للإيميل ده، تمام؟ بحد أقصى 10 إبريل 2020، ده لو عايز تقدم للمنحة الممولة بالكامل، تمام؟ طيب عشان نقدم للمنحة النصف تمويل تعمل إيه؟ في بقى فورم للمنحة النصف تمويل، في كده أبلكيشن لازم أنت تملاه لو عايز تقدم للمنحة النصف تمويل. طب الأبلكيشن ده فين أهو؟ هتيجي هنا انا كاتب لكم بيتم ملء هذا الابلكيشن من قدم الان. تيجي كده تفتح قدم الان دي عشان يفتح معاك الابلكيشن للمنحه النصف تمويل. ده الابلكيشن بتاعها بسيط جدا مش صعب، هيفتح معاك بالشكل ده، تمام. هتبدا تملى اول شق البيانات بتاعتك، اسمك، لو عندك سكايب اكونت نيم تحطه، تاريخ ميلادك، الجندر بتاعك، الدوله اللي انت اتولدت فيها، تمام، عنوانك الحالي، تكتب ايميلك، تكتب رقم التليفون بتاعك، الخلفية التعليمية السابقة بتاعتك، درست فين، تمام كده. تختار هنا البرنامج اللي انت عايز تدرسه. ركز بقى معايا هنا في البرامج، هنا كل البرامج، بكالوريوس للمانجمنت، الإدارة، ماستر، آخر حاجة روسيان لانجويج كورسز اللي هي بالنسبة للغة الروسية، تمام كده. وهنا بقى في الجزء ده بيقول لك تحط لنا كل الأوراق بتاعتك، تمام، اللي احنا قلنا عليها، اللي هي بالنسبة لكشف الدرجات وشهادة خلو من الأمراض الـ HIV. وهنا في الجزء ده تحط الصفحة الأولى من الباسبور بتاعك، وهنا في الجزء الأخير ده تكتب الموتيفيشن ليتر ليه عايز تقدم للمنحة دي، تمام كده. يبقى الناس اللي هتقدم للمنحة النصف تمويل هتكتب الموتيفيشن ليتر في شكل مقال المنحة محددة هنا. الناس اللي هتقدم للمنحة الممولة بالكامل هتعمل المقال في شكل وورد كده، في شكل صفحة، وتكتبه وتبعته على الإيميل ده مع باقي الأوراق، تمام كده. احنا شرحنا المنحه بالكامل. وهنا ملاحظه اخيره، ان احنا كقناه منح من كل الالوان بنتيح طبعا فرصه التقديم من خلالنا لاي منحه او فرصه انت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجوده على القناه. وعشان تقدم من خلالنا هتلاقي رابط استماره التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. يبقى لو مهتمين بالمنحه يا ريت تقدموا لها، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.